السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ معكم زميلكم أمنية طه من الفرقة الثالثة، وهنراجع دلوقتي على محاضرة التايبز اوف اكيوت انفلاميشن. مراجعة سريعة مش هتاخد وقت، وهنراجع على المواضيع بس المهمة وايه الأسئلة اللي ممكن تبقى موجودة في المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. أو ما ننساش ندعي زمايلنا اللي توفاهم الله بالرحمة. ايه انواع الاكيوت انفلاميشن؟ احنا قلنا ان الاكيوت انفلاميشن نوعين، نوع بيكون معاه صديد اسمه سابيوراتيف، ونوع مش بيكون معاه صديد واسمه نون سابيوراتيف. وصديد يعني بص. طيب احنا قسمنا النوع السابيوراتيف لحاجتين، لوكالايزد وديفيوز. لوكالايزد له ثلاث انواع، ابسس، فرانكل، كاربينكل. ديفيوز له اسم تاني وهو السيلولايتس، وده الصديد يا شباب. ايه هو بقى الاكيوت سابيرتيف انفلاميشن اللي بيكون معاها بصدي؟ ايه هو سببها؟ سببها بيكون بسبب بكتيريا، مش اي بكتيريا، لازم تكون بكتيريا ليها القدرة ان هي تموت خلايا المناعة اللي جاية تحارب البكتيريا دي، فبتموت. بدل ما تموت البكتيريا هي اللي بتموت، فتكون بصل. عشان كده البكتيريا دي بنسميها بيوجينيك اورجانيزم. ايه هي البكتيريا دي؟ الاستافلوكوكاي والاستريبتوكوكاي. الاستافلوكوكاي بتعمل نوع اللوكالايزد سابيوراتيف انفلاميشن، والاستريبتوكوكاي بتعمل نوع الديفيوز سابيوراتيف انفلاميشن. ايه هو بقى الكومبوزيشن اوف بس؟ احنا قلنا ان البكتيريا لما بتدخل الخلية من الجسم بيخرج من البلاد فيزل الموجود في المنطقة اللي دخلت فيها فلويد اكزيوديت، معاه فايبرينوجين، معاه انفلاماتوري سيلز. واول خلايا بتخرج في الاكيوت انفلاميشن هي النيتروفيلز. دلوقتي احنا البكتيريا دخلت معاها التوكسينز بتاعتها وموتت الخلايا المناعة اللي رايحة تموتها وكونت بصل. يبقى دلوقتي خلايا المناعة النيتروفيلز او الديد بوليمورفس لما بتموت بتكون بصل. فاحنا عندنا دلوقتي في المنطقة دي ايه؟ هيكون معانا نيكروتيك تيشو، خلايا التيشو بتاعت الجسم نفسها اللي ماتت، وخلايا المناعة اللي ماتت اللي هي البصل، والبكتيريا اللي ماتت والبكتيريا اللي لسه عايشة، والفلويد اكزيوديت. واحنا اتكلمنا برضو في المحاضرة عن ان الفلويد اكزيوديت بيكون معاه فايبرينوجين. طيب ايه هي لازمة الفايبرينوجين؟ ليه بقى الاستافلوكوكاي بتكون؟ هنعرف دلوقتي ايه هي اهمية الفايبرينوجين. ان هو بيتحول الفايبرينوجين لفايبرين نتورك، بتحاوط النيكروتيك تيشو اللي اتكونت دي علشان تمنع انتشار البكتيريا اللي لسه عايشة لمناطق تانية من الخلايا، وتسبب نفس الرياكشن ان هي تموت الخلايا وتزيد النكروتيك تيشو. فدي اهمية الفايبرين نتورك. طيب الاستاف البكتيريا بتاعت الاستاف اول ما بتدخل في مكان الانجري او الاصابه بتفرز انزيم الكواجيوليز انزيم، والكواجيوليز انزيم ده انزيم بيحول الفايبرينوجين لفايبرين نتورك. بيحفز تحويل الفايبرينوجين لفايبرين نتورك، فتحوط النيكروتيك تيشو وتمنع انتشار البكتيريا للمناطق المجاوره. طيب لا الاستريبت بقى، لا الاستريبت عكسه خالص. الاستريبت بيفرز انزيم اسمه الفايبرينولايسين، والانزيم ده من اسمه بيكسر الفايبرين اللي بيتكون. اي فايبرين نتورك هتروح تحوط النكروتيك تيشو بتاعتنا؟ لا، الفايبرين ولايسين انزيم بيكسر الفايبرين، وبالتالي البكتيريا تنتشر لاماكن اكتر، فيبقى معانا كده ديفيوز. ديفيوز يعني بينتشر، يعني مفيش حاجه هتوقف البكتيريا دي عند حدها في مكان محدد في الخلايا اللي هي دخلتها، لا هتنتشر في الخلايا المجاوره. زي ما مكتوب كده ان الاستاف بتفرز الكواجيولوز انزيم اللي بيساعد في تحويل الفايبرينوجين لفايبرين. طيب الاستريبت، لا الاستريبت بتفرز انزيم الفايبرين ولايسين اللي بيكسر الفايبرين ويمنع ان هو يحوط النكروتيك تيشو. طيب دلوقتي ايه هي انواع السابيروتيف انفلاميشن؟ احنا قلنا لوكالايزد ونوع ديفيوز. طيب النوع اللوكالايزد له تلات انواع، ابسس، فرانكل، كاربنكل. واتكلمنا على ان الابسس بتبقى عبارة عن منطقة مليانة بص، كافيتي وفي قلبه بص، بسبب ايه؟ بسبب الاستافلوكوكاي، سواء كان ابسس، فرانكل او كاربنكل، كلهم بسبب الاستافلوكوكاي. طيب الابسس ممكن تكون موجودة فين؟ ممكن تكون موجودة في اي جزء من الجسم.
بس مكتوب هنا ان ممكن تكون موجوده في البريست الثدي البرين المخ سب كوتينيوس تيشو من السكن من الجلد. طيب ايه هي الباثوجينيسيس اند باثولوجيكال بيكتشر اوف ابسس، يعني الابسس دي بتتكون ازاي؟ احنا اتفقنا ان البكتيريا دخلت الخلايا ومعاها التوكسنز بتاعتها وموتت الخلايا بتاعه التيشو بتاعه الجسم. طيب هل جهاز المناعه هيسكت؟ لا، هيحصل فاسكولار رياكشن، هيخرج منه فلويد اكزيديت معاه فايبرينوجين وهيخرج معاه انفلاماتوري سيلز اللي هي النيتروفيلز. يبقى احنا دلوقتي واتفقنا برضو ان البكتيريا هي بتموت النيتروفيلز وتحولها البصل، فيبقى معانا نيكروتيك تيشو في المنطقه اللي دخلت فيها البكتيريا. ايه هي النيكروتيك تيشو دي؟ خلايا الجسم اللي ماتت، خلايا النيتروفيلز اللي ماتت وتحولت لبصل، والبكتيريا اللي ماتت ومعاها برضو بكتيريا بس تكون لسه عايشه. طيب في واتكلمنا برضو على ان النيكروتيك تيشو اللي موجوده في مكان دخول البكتيريا دي بتكون متحوطه ببيوجينيك ميمبرين. طب ايه هو البيوجينيك ميمبرين؟ عباره عن ميمبرين من الانفلاماتوري سيلز نيتروفيلز. الميمبرين دون بيكون موجود حوالين النيكروتيك تيشو وبيكون معاه دايليتد كونجستد بلاد فيزل كفاسكولار رياكشن علشان الانفلاميشن. طيب دلوقتي بقى الابسس هتكون عباره عن ايه؟ الابسس هتكون عباره عن منطقتين. ازاي؟ احنا اتكلمنا على ان النيكروتيك تيشو المكان اللي دخلت فيه البكتيريا وموتت الخلايا والنيتروفيلز اللي ماتت اللي هي البصل والبكتيريا اللي ماتت، واتكلمنا برضو على ان في بايوجينيك ميمبرين بيحوط النيكروتيك تيشو دي، والبايوجينيك ميمبرين ده عباره عن ايه؟ عباره عن النيتروفيلز خلايا المناعه اللي خرجت، ومعانا هنا دايليتد كونجستد بلاد فيزل بيخرج منه الفلويد اكزيوديت اللي معاه الفايبرينوجين. واتكلمنا على انه في الاستاف اللي بتحفز تحويل الفايبرينوجين لفايبرين فيكون فايبرين نتورك تحاول تحوط المنطقه دي، لكن الاستريبت عكسها بتكسر الفايبرين اللي بيتكون فما يكونش فيه فايبرين نتورك محاوطه المنطقه دي، فبتحصل ان الخلايا البكتيريا بتنتشر للمناطق المجاوره بسهوله. فعشان كده الاستريبت بيتكون ديفيوز سابيرتيف انفلاميشن، انما الاستاف بيتكون لوكالايز سابيرتيف انفلاميشن. المهم ان احنا دلوقتي معانا سنترال اريا اوف نيكروزز اللي هي دي، ده السنترال اريا اوف نيكروزز وده البيوجينيك ميمبرين، ومعانا هنا في النص بصل اللي هي النيتروفيلز اللي ماتت. طيب البصل دي وظيفتها ايه؟ البصل بتفرز انزيم اسمه ليكويفاينج انزيم او بروتيوليتيك انزيم. بيعمل ايه؟ بيعمل ليكويفاكشن. يعني ايه ليكويفاكشن؟ يعني بيدوب النيكروتيك تيشو دي. يعني ايه هيدوب بقى النيكروتيك تيشو دي يا شباب؟ بتكون ماده صلبه فهو بيدوبها علشان تكون ماده سائله زي ولونها اصفر. يعني دلوقتي البصل اللي موجوده هنا هتحول النيكروتيك تيشو الصلبة دي لمادة سائلة ولونها أصفر، فهيبقى معنا دلوقتي إيه؟ بدل ما كان الأبسس دلوقتي عبارة عن منطقتين بس، سنترال إيريا أوف نيكروزيس وحواليها البيوجينيك ممبرين، لأ دلوقتي هيكون البص في النص. هيبقى معانا ثلاث مناطق، أول واحدة الميد زون أوف بص، يعني منطقة في النص البص اتكون في النص، وكل شويه هيزيد 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 لغايه ما ياخد النيكروتيك تيشو كلها. دلوقتي الابسس هتكون عباره عن ايه؟ ميد زون اوف بص، بيتكون من ثلاث مناطق، ميد زون اوف بص وسنترال نيكروتيك تيشو والبيوجينيك ميمبرين لسه موجود. اهو زي ما مكتوب ان الابسس دلوقتي هتتكون من ثلاث مناطق، سنترال نيكروزيس ومعاها ميد زون اوف بس ومعاها بريفرال زون اوف اكيوت انفلاميشن اللي هو البيوجينيك ميمبرين. البيوجينيك ميمبرين ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميمبرين من الانفلاماتوري سيلز اللي خارجه علشان تحارب البكتيريا. طيب مصير الابسس ده ايه؟ الابسس تفضل مكانها، ما حصلش لها هيلينج، ما حصلش هيلينج لفتره طويله اكتر من 3 شهور، المريض ما خدش ليها علاج يحارب الانفكشن اللي عنده فهتفضل موجوده. او تاني حاجه السبريد للانفكشن، احنا قلنا ان البكتيريا دخلت على سطح السكن من بره ومعانا هنا ابيديرمس
ومعانا هنا الدرمز وفي بلاد فيزل في المنطقة دي، لو البص انتقل، البص انتقل في المنطقة دي، ايه اللي يمنعه ان هو يدخل البلاد فيزل؟ مفيش حاجة هتمنعه. هيدخل البلاد فيزل لو كان البص نفسه هو اللي دخل هنا، يبقى ده بايميا. لو التوكسينز بتاعت البكتيريا اللي موجودة هنا برضو دخلت، هيبقى سبتسيميا. طيب دون السبريد اوف انفكشن، واول ما تنتقل البص او التوكسينز للدم، هي فهي كده انتشرت لباقي الجسم. طيب تالت حاجه، تالت حاجه كومبليكيشن اوف هيلينج. يعني ايه كومبليكيشن اوف هيلينج؟ يعني هيحصل هيلينج بس بطريقه مش صح. تمام. يعني ايه اول حاجه؟ اول حاجه في الكومبليكيشن اوف هيلينج هي الالسر. يعني ايه الالسر؟ يعني الخلايا الابيدرمز ما حصلهاش بروليفريشن، يعني ماتت وما حصل، ما اتجددتش، فحصل لوس اوف سيرفيس ابيثيليوم زي ما متوضح في الصوره كده. طيب الساينس، لا الساينس دون بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن تراكت بلايند اند تراكت. يعني ايه بلايند اند تراكت؟ يعني طريق فاتح بفتحه واحده بس على السيرفيس بتاع السكن، من الابسس للسيرفيس بتاع السكن. دلوقتي طيب التراكت دون بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن جرانيوليشن تيشو. طيب ايه هي جرانيوليشن تيشو؟ هي البيوجينيك ممبرين اللي محوط الابسس، ومعاه ايه؟ ومعاه الكولاجين اللي موجود في طبقة الدرمز، لان الدرمز بتتكون من كولاجين. فالدرمز هيحاوط برضو الابسس دي علشان يمنع انتشارها مع البيوجينيك ممبرين اللي احنا اتفقنا ان هو بيكون مع الابسس، ويمتد برضو ويعمل التراكت لغايه ما يوصل لسطح السكن. ده الساينس. طيب الفيستولا، لا الفيستولا بتكون تراكت برضو من الجرانيوليشن تيشو بس بفتحتين، من اورجان، من الابسس لأورجن او من أورجن للتاني. زي ايه؟ زي في الصورة هنا كده، على من الركتم للفاجينا في تراكت، في وصلة ما بينهم، هو ده الفيستيولا. بتكون من المستقيم للمهبل، وهنا برضو في تراكت اهو من الفيستيولا ما بين البلادر وما بين الفاجينا، هو ده الفيستيولا. طيب الكيلويد، الكيلويد ده عباره عن لارج سكار بروجكتنج اون ذا سيرفيس اتس ديو تو اوفر دان ريبير. يعني حصل ريبير بس بطريقه زياده، اوفر دان ريبير. يعني الكولاجين اللي موجود في هنا، الكولاجين اللي موجود في طبقه الدرمس، بدل ما يحصل له بروليفريشن لغايه بعد ما حصل هنا انجري، وصلت لغاية الدرمز، بدل ما يحصل له بروليفريشن في منطقة الدرمز بس، لا ده خرج بره الابيدرمز نفسها. والابيدرمز لما يحصل لها بروليفريشن هيحصل للطبقة اللي فوق دي بس، فيبقى معانا سن سكن من بره والكولاجين رافع السكن على سطح السكن من بره. طيب دي يعني complication of abscesses. طيب تاني نوع بقى من localized suppurative inflammation اللي هو الفرنكل او البويل. يعني ايه؟ يعني الدمل. طيب هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة زي ما انتم شايفين كده، حاجة بسيطة خالص small abscess، بتتكون بتكون ملازمة للهير فوليكل، يعني منبت الشعر، او السبيشيس جلاند اللي بتكون ماسكة فيه الشعرة وبتصب فيها افرازاتها الدهنية، زي مثلا الصورة دي. هو ده الفرنكل، لو طلعت في هير فوليكل واحدة بس يبقى دي فرانكل. لكن هنتكلم عن الكاربينكل. الكاربينكل بتاخد الجروب من الهير فولكلز ده كله، بتتنقل للجروب وتعمل ابسسز، ديب ابسسز، يعني في منطقه عميقه من سطح الجلد، وبتكون متصله ببعضها، هي دي الكاربينكل. يبقى الفرانكل بتاخد هير فولكل واحده بس، وتدينا الشكل البسيط ده. طيب الفرانكل بما انها بقى صغيره وبتبقى في الهير فولكل والغدد الدهنيه اللي بتكون معاها، هتكون فين؟ هتكون في السن سكن. ايه هو السن سكن؟ الوش، فيس، وننزل تحت شوية عند النك، الرقبة، والأجزلة اللي هو تحت الإبط. طيب تالت نوع الكاربينكل، احنا قلنا ان الكاربينكل بتكون واخدة كل الهير فوليكلز، بتكون واخدة جروب. يعني البص بيخرج من هير فوليكل للتانية ويكون كوميونيكيتنج ديب أبسسز. يعني ايه؟ يعني الجروب ده من الابسسس بيكون متصل ببعضه، بيفتح على السكين من بره بمالتيبل ساينسز. يعني ايه مالتيبل ساينسز؟ يعني بيفتح على سطح السكين من بره بالشكل ده، هو ده. طيب الكاربينكل بما ان شكلها بقى فظيع ومش لطيف خالص، يبقى هتكون في السيك سكن. ايه هو السيك سكن؟ النك برضو، الرقبه بس، الباك اوف نك، والسكالب، فروه الراس، والبوتوكس المؤخره. تمام.
النوع التاني بقى من السبيوراتيف انفلاميشن هو الديفيوز سبيوراتيف انفلاميشن. طيب الديفيوز سبيوراتيف انفلاميشن لها اسم تاني هو ايه؟ السيلولايتس. بتكون بسبب ايه؟ اتكلمنا ان هي بتكون بسبب الستريبتوكوكس هيمولوتيكس، بكتيريا الستريبت كوكاي. طيب ليه؟ لان احنا اتكلمنا على ان الستريبت بتفرز انزيم اسمه الفايبرينولايسين، والانزيم ده بيروح يكسر الفايبرين نتورك اللي بيكون جاي تعمل خير وتحوط الانفكشن. لا، هو بيكسر الفايبرين نتورك ويساعد ان العدوى تنتقل لمناطق تانية من السكين بتاعت الانسان او من التيشو، اي تيشو بقى. طيب ممكن يكون موجود بقى فين؟ الديفيوز سبيوراتيف انفلاميشن دي بيكون موجوده في اللوز سبكوتينيوس تيشو. ايه هي اللوز سبكوتينيوس تيشو؟ السكين بتاعت الانسان بتكون متكونه من ابيدرمس وديرمس وسبكوتينيوس تيشو. والسبكوتينيوس تيشو دي بيكون معاها فات، يعني في المنطقه دي بيكون فيها فات، فالسيلولايتس بيمتد لغايه ما يوصل البص فيها، بيمتد لغايه ما يوصل للسبكوتينيوس تيشو. طيب هي دي السبكوتينيوس تيشو. ايه هي الاماكن بقى بتاعتها؟ في الاريولار تيشو اوف اوربت، يعني السكن جلد اللي بيحوط العين او الجفن. طيب السكروتم قص السفن. طيب البلفس، البلفس هو الحوض، يبقى بيكون موجوده في اللوس سبكوتينيوس تيشو، في السبكوتينيوس تيشو من السكن بتاع البلفس بتاع السكروتم بتاع الاوربت العين. طيب وعرفنا بتكون بسبب ايه؟ بسبب الستريبتوكوكس هيمولوتيكس. طيب ايه هو بقى مميز، ايه هي الخصائص بتاعه السولايتس اللي تفرقه عن الابسس؟ غير ان هو بيكون بسبب الستريبت، ان السولايتس البص فيه بيكون سين، يعني هو البص في الابسس في حاله لما يكون في ابسس بيكون على مساحه صغيره ومحاوطه فايبرين نتورك محدده في مكان واحد، فبيكون باين ان اللون بتاع الابسس بيكون واضح، لون البص بيكون واضح، لكن هنا احنا مش شايفين بص، فبيكون سن، يعني طبقة من البص خفيفة جدا، من الصديد خفيفة، وبيكون سلولي فورميد. وده عليها سؤال، ان البص بيكون طبقة سن وبيكون سلولي فورميد، وده سؤال مهم جدا. طيب تاني حاجة، increased necrosis سلف، يعني ايه سلف؟ يعني النكروتيك تيشو بتزيد لما البكتيريا تتنقل في كل المنطقة دي من السكن. النكروتيك تيشو هتزيد؟ لا طبعا، ده هتزيد جدا، فعشان كده بيبقى increased necrosis او سلف. طيب سانجوينيوس دي يعني ايه؟ يعني بيكون محتقنة بالدم. طيب البص مش هو بينتقل عن طريق من الابيدرمز للدرمز كده، واحنا عندنا هنا بلاد فيزل ومعانا هنا السبكوتينيوس تيشو، وهو بيتنقل من طبقة الدرمز، وهو بيتنقل قصدي هنا من طبقة الدرمز لغاية السبكوتينيوس تيشو، مش هيأثر على البلاد فيزل؟ فالبلاد فيزل هيحصل له انجري ويخرج منه بلاد او على الاقل خالص اربسيز، فعشان كده المنطقة دي بتكون محتقنة بالدم، يعني شايف شكلها في دم هنا. رابد سبريد، لان السبكوتينيوس تيشو بيكون في قلبها فات، والابسس او البص اول ما يوصل للسبكوتينيوس تيشو بينتقل بسرعه، علشان ده السبب اللي بيخليها ليها رابد سبريد. تمام. ودلوقتي اهم حاجه في الديفيوز سبيوراتيف انفلاميشن او السيلولايتس، ان هي بيكون البص بتاعها سين وسلولي فورمد. دلوقتي بقى الحمد لله خلصنا السبيوراتيف انفلاميشن، ندخل بقى وخلصنا الصديد خالص، ندخل بقى على نون سبيوراتيف انفلاميشن ونشوف حاجات تانية غير الصديد. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي هتتكون في النون سبيوراتيف انفلاميشن؟ مبدئيا كده there is no bus formation، يعني مفيش بص، خلاص خلصنا من الصديد. طيب دلوقتي ايه هي الحاجات، ايه هي الحاجات اللي هتتكون؟ الحاجات اللي هتتكون على حسب النوع، هم 8 انواع، عليكم منهم بالتفصيل. اول 4 انواع كاتارال، يعني ايه كاتارال؟ يعني هيكون معاه ميوكس، يعني ميوكس مخاط. طيب تاني نوع فايبرينس، هيكون معاه فايبرين من اسمه سيروس، هيكون معاه فلويد، سيرو فايبرينس، هيكون معاه فلويد وفايبرين نتورك، معاه فايبرين قصدي. طب ممبرينس، لا ممبرينس دي بتكون معاه الدفتريا، بيكون في انفكشن في الدفتريا، بيكون معاها ممبرينس نون سبيوراتيف انفلاميشن. وده بس السؤال اللي عليكم، يعني انتوا مش عليكم غير ان انتوا تعرفوا قصدي الممبرينس بتكون مع الدفتريا. طيب نيكروتايزنج، بيكون فيها نيكروتيك تيشو بكميات كبيره، يعني حصل تدمير لخلايا بكميات كبيره. تبقى الرجيك، يعني الاكزيوديت
الاكزوديت او اللي خارج نتيجة الانفلاميشن دي بيكون معاه ايزينوفيلز. الايزينوفيلز هي الخلايا اللي بتكون خارجه مع الانفلاميشن بتاعت الحساسيه. الرجيك هيموريجيك هيكون معاها ار بي سيز، يعني الاكزيوديت هيكون فيه ار بي سيز. دلوقتي نتكلم بقى بالتفصيل عن القطاره الانفلاميشن، واتكلمنا ان هي بيكون معاها مخاط. طب المخاط ده بيكون خارج منين؟ من الميوكوزا. ايه هي المناطق اللي بيكون مبطنه بميوكوس ممبرين؟ الجي اي تي، المعده. طيب ايه تاني؟ الجهاز التنفسي، upper respiratory system. اي حاجة، اي inflammation هتستفز الخلايا اللي هي اصلا بتفرز ميوكس، هتخليها تفرز ميوكس بكميات كبيرة، فيكون معانا قطار الانفلاميشن. زي ايه؟ زي الراينيتس، يعني دور البرد اللي بيجي لنا كلنا. طيب دور البرد ده بيكون عامل ازاي؟ في الاول الديستشارج يعني الميوكس بيكون ووتري، بيكون شبه المية كده، بعد كده بيتقل ويكون سيك وميكويد، يعني بيكون مخاطي. تاني نوع بقى السيروس، سيروس انفلاميشن، بيكون معاها فلويد من اسمها، يعني حصل بعد شر، يعني حد اتلسع في ايديه او اتحرق، بيكون شبه دون كده بيخرج من الفاسكولار رياكشن بسبب الانفلاميشن. فلويد اكزيوديت بيتجمع في المنطقه دي ويعمل بيرن بليستر، هو ده السيروس انفلاميشن. او في السيروس ممبرينز، هما السيروس ممبرينز، ايه هي السيروس ممبرينز؟ هي زي البريكارديوم والبريتونيوم والبلورا. البريكارديوم هو الغشاء اللي بيبطن القلب من بره، زي ده كده، هو ده الغشاء اللي بيبطن القلب من بره. شايفين الطبقتين دول اللي هم الفيسرال والبريتال للسيروس ممبرين؟ هو ده السيروس ممبرين. الطبقتين دول، الفيسرال اللي جوه اللي بتكون الاقرب للاورجان من جوه، والبريتال اللي بتكون لبره. دي بريتال ودي فيسرال، وما بينهم كافيتي بيكون في قلبه فلويد بكميات طبيعيه. طيب لو الفلويد ده زاد عن الطبيعي، طيب هيزيد ليه؟ لو حصل انفلاميشن في الفيسرال لير، في الخلايا دي هيخرج منها، هي اصلا اللي بتفرز الفلويد ده، فلما يحصل لها ان هي الانفلاميشن، يعني هتستفز ان هي تفرز فلويد بكميه اكبر، فيزيد الفلويد اللي موجود هنا، فيكون لنا سيروس انفلاميشن. طيب بنفس الطريقة بيكون مع البلورة، لان البلورة محاوطة بسيروس ممبرين. البلورة برضو نفس السيروس ممبرين اللي بيكون من طبقتين فيسرال وبريتال وما بينهم كافيتي. والبريتونيوم برضو ده الغشاء اللي بيبطن منطقة الحوض والبطن برضو، ومعظم الأورجانز بتاعتنا الأعضاء. ده السيروس انفلاميشن. تمام. تاني حاجة بقى الفايبرينوس انفلاميشن، ودي بيكون الاكزيوديب بتاعها في قلبه فايبرين. يعني ايه؟ يعني خرج من بسبب الانفلاميشن من البلاد فيزل سيروس فلويد، قصدي فلويد اكزيوديب مع الفايبرينوجين، والفايبرينوجين اتحول لفايبرين. طيب ما في فلويد خرج؟ لا، هنا الفايبرين بيكون بكمية اكبر من السيروس فلويد. زي ايه؟ زي السيروس ممبرين برضو، نتيجة الانفلاميشن بيخرج من البلاد فيزلز اللي موجوده في طبقه الفيسرال او الفيسرال لاير اوف سيروس ممبرين فلويد اكزيديت في قلبه فايبرين، ويترسب على جدار الفيسرال لاير او البريتال لاير. طيب زي ايه السيروس ممبرين؟ احنا اتكلمنا ان هي بريكارديوم الغشاء المبطل للقلب، البلورا الغشاء المبطل لللنج، البريتونيوم اللي بيبطن الحوض والبطن من فوق. طيب الالفولاي اوف ذا لانج، وده عليها سؤال برضو، يعني ده حاجه مميزه ان اللوبر نيومونيا، يعني حصل انفلاميشن في الحويصلات الهوائيه. نيومونيا يعني انفلاميشن في اللانج، اللانج الانفلاميشن بتاعتها ما بينضفلهاش ايتس في الاخر، لا بيكون اسمها نيومونيا. فلوبر نيومونيا يعني انفلاميشن في الالفولاي اوف ذا لانج، بتخليها تبقى فايبروزد، يعني الفايبرين اللي خارج من الفاسكولار رياكشن يترسب على الالفولاي من بره زي بالشكل ده كده، وخليها تنكمش. هو دون اللوبر نيومونيا اللي بتكون فايبرينس انفلاميشن في الالفولاي اوف ذا لانج. ودون برضو عليها سؤال مهم،
ده الفايبرين اسبريكارديتس. شايفين الفايبرين مترسب على الغشاء اللي بيبطن القلب من بره اللي هو البريكارديوم ازاي، فدلوقتي واخد الشكل دون سيرو فايبرينس. بقى سيرو فايبرينس من اسمه هيكون خارج فلويد ومعاه فايبرين. طيب بيكون فين السيروس ممبرين؟ عايزين بس نعرف ان السيروس ممبرينز سواء كان بروتينيوم او بريكارديوم او بلورا بيكون معاها 3 انواع من الانفلاميشن، سواء سيروس سواء فايبرينس سواء سيرو فايبرينس، على حسب اكتر حاجة موجودة ايه. يعني لو كان الفلويد هو اللي اكتر حاجة يبقى دون سيروس، لو فايبرين يبقى معانا وترسب على الجدار يبقى دون فايبرينس، لو الفلويد والفايبرين بكميات كبيرة يبقى سيرو فايبرينس. طيب دلوقتي احنا عايزين نشوف الاورجان اللي حصل فيه سيرو فايبرينس انفلاميشن بالعين المجردة، الجروس بكتشر. اول حاجة الفيسرال والبرايتال لاير هتكون سك، ما خلاص هترسب عليها فايبرين وحصل لها انفلاميشن فهتكون سك واوبيك، يعني هتكون بهتة، يعني هي بهدلت خالص فمش هتكون بنفس لمعانها ورونقها، لا هي خلاص فقدت الشغف وانطفت فهتكون اوبيك. طيب جري شويه يعني هيكون لونها رمادي. طيب رف هتكون خشنه بسبب الفايبرين اللي ترسب عليها، ولوس فلاسترنس يعني اللمعان بتاعها خلاص هي انطفت. طيب سيباريشن، في حاجه مميزه بقى في البريكارديوم بتاع القلب، ان احنا لما لو حصل سيرو فايبرينس انفلاميشن لما نيجي نفصل الفيسرال والبريتال لير عن بعض بيدينا شكل الخبز العيش والزبده، بريد باتر ابييرنس. طيب بعد كده لو احنا مثلا عندنا الفيسرال لير والبريتال لير وحصل انفلاميشن في المنطقه دي، حصل انفلاميشن استفزت الفيسرال لير ان هي تفرز سيروس فلويد بكميه كبيره، وعندنا هنا بلاد فيزل هيخرج منه فلويد اكزيوديت ويترسب هنا برضو فيزيد الفلويد في المنطقة دي. طيب لو الفلويد زاد بكميات كبيرة نتيجة استمرار الانفلاميشن مش ممكن يضغط على الأورجان اللي جوه؟ هيضغط على الأورجان اللي جوه، هو ده معنى الافيوجن. الافيوجن يعني الفلويد زاد بكمية كبيرة قوي عن المعتاد لدرجة انه ضغط على الأورجان اللي جوه. طيب ده السيرو فايبرينس انفلاميشن في اللنج والبريكارديوم. طيب تحت الميكروسكوب بقى عايزين نشوف الاورجان العضو اللي حصل له سيرو فايبرينس انفلاميشن تحت الميكروسكوب. دلوقتي دي السيروزال سيل، هي السيروزال سيل احنا عندنا الفيسرال لاير اهي هي اللي بتفرز السيروس فلويد وتحتها السب سيروزال تيشو. طيب الخلايا اللي بتكون موجودة لبرة اللي هي السيروزال سيل بيحصل لها في الاول ان هي بتكون سوولن، يعني ايه سوولن؟ يعني نفخت، يعني حجمها زايد بسبب الانفلاميشن، بعد كده بيحصل لها ألسريشن وبتقع بتبقاش موجودة، يعني بدل ما كانت الفيسرال لير بالشكل ده كده وتحتها السبسيروزال تيشو وفيها هنا بلاد فيزل، لا خلاص السيلز حصل لها ألسريشن ماتت. طيب احنا تحت الميكروسكوب ممكن نشوفها، ممكن نشوف الخلايا حجمها زايد وممكن نشوف الخلايا اللي ماتت. طب سب سيروزال تيشو، طب احنا عندنا البلاد فيزل اهو وحصل له دايلاتيشن، يبقى عندنا دايليتد كونجستد بلاد فيزل ومعاه اكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هي البوليمورفس او النيتروفيلز، وحصل بسبب الفلويد اكزيوديت اديما في المنطقه دي. طيب الكافيتي اللي ما بين الفيسرال لير والبرايتال لير هيزيد في الفلويد، قلنا بسبب ان الفلويد اكزيوديت اللي خارج من البلاد فيزل، او بسبب ان الفيسرال لير قبل ما يحصل لها ألسريشن افرزت سيروس فلويد بكميه كبيره فحصل افيوجن. يبقى احنا عندنا وفايبرين برضو خارج من الفلويد اكزيوديت، فبقى عندنا فايبرين وعندنا سيروس فلويد في المنطقه دي. تمام، يبقى احنا دلوقتي تحت الميكروسكوب ادي السيروزال سيل شايفين من بره خالص كده، يعني مش في مكانها، حصل لها ألسريشن في الاول بتبقى سولن وبعد كده بيحصل لها ألسريشن ودون وده دون السب سيروزال تيشو، ده الدايليتد كونجست بلاد فيزل، ودون الاكيوت انفلاماتوري سيلز، ودي الاديما. ده الفايبرينس اكزيوديت، الفايبرين لما بيخرج في الكافيتي اللي ما بين الفيسرال والبرايتال لاير كده كده عندنا هنا فايبرين وفلويد، الفايبرين هيترسب على الفيسرال لاير او البرايتال لاير ويعمل الشكل ده، يعني احنا عندنا دلوقتي دي الفيسرال لاير ومترسب عليها الفايبرين بالشكل ده
هو اللي بره ده الفايبرينوس اكزيديت، وشوية اسئلة بقى ممكن تحلوهم مع نفسكم. وبس كده احنا خلصنا، وان شاء الله تكون المحاضرة واضحة وبسيطة عليكم. واتمنى اكون وضحت كل حاجة. وبس كده ربنا معاكم. ثانك يو.